بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنفتتح الدوره الثالثه لمعهد المحاماه بالمحله الكبرى، وبيشرفنا بالحضور معالي النقيب العام لإلقاء المحاضره، ثم لقاء مفتوح مع الساده محامين المحله. وحاضر معانا النهارده بعض الساده اعضاء النقابه العامه وبعض النقباء الرفاعيين والساده الضيوف، وهم مشرفين في بلدهم المحله، والمحله بتسعد بيهم، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا وعلى مصر جميعا، وربنا يوفق اليوم النهارده ويطلع يوم محترم يليق بوجود معالي النقيب والساده اعضاء النقابه العامه. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف لنقابة محامين المحلة الكبرى أن تستهل عامها الجديد بزيارة السيد النقيب العام إلى نقابة محامين المحلة الكبرى لافتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاماة. وأشكر جميع السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية والسيد الأستاذ عضو مجلس النقابة العامة للمجهود اللي تم خلال أسبوع، والجميع كان على قدم وساق لاستقبال السيد النقيب العام وضيوفه. وطبعا نتشرف اليوم بحضور السادة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وبإذن الله هيكون لقاء نقابة المحلة الكبرى من أفضل اللقاءات اللي تمت على مستوى الجمهورية، لأن احنا من يوم ما علمنا أن النقيب جاي كل أعضاء مجلس النقابة والموظفين ومحامين المحلة على قدم وساق لهذا اليوم، وإحنا في استقبال السيد النقيب وضيوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرفكم الأول، أنا شهاب الدين عبد الحميد، عضو مجلس نقابة المحامين عن محكمة مركز المحلة الكبرى. في البداية احنا بنرحب بالسيد الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والسادة الضيوف أعضاء مجلس النقابة العامة والسادة النقباء الفرعيين ومجالسهم الموقرين في بيتهم وعارينهم بيت المحاماة. أولا ما ينفعش نرحب بالسيد النقيب إن هو بيته، لأن النقيب دائما بيشرفنا في كل الأماكن مع جميع السادة الوزراء ومع جميع السادة المسؤولين، دائما فكر نابض وفكر مزدهر للسادة المحامين.